والله ما شاء الله الخدمات كانت على مستوى عالي، يعني خصوصا يعني المنظمين كاهتمامهم في الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والتعقيم أول بأول. وصراحة لمسنا يعني كمان تكاتف أمني شديد كان يعني في كل المناطق، كان برضو جهودهم مشكورة يعني. فالحمد لله كانت يعني تنظيم على مستوى عالي، ويعني مشكورين صراحة على هذا لكل المشاركين سواء من وزارة الصحة كل المنظمين للأمانة. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ما حدا مقصر من ناحية الخدمات. بنصح كل الحجاج يمشوا في الإجراءات الاحترازية الموجودة، يعني ما شاء الله ما حدا مقصر، كمامات موجودة، معقمات موجودة، تباعد، الأمن مكثف وين ما كان، تباعد، كل شيء، إجراءات احترازية متوفرة، كل تقريبا 500 متر في مكان للرعاية الصحية في حال لو أحد تعب، لو حدا من غير شر صابوا أي شيء كانوا يفحص. بتمنى من الجميع يمشي يتقيد مع الأمن، الأمن دائما هم أدرى، الله يكون في عونهم، بحاولوا قدر الإمكان يعملوا تباعد بين الناس. وما شاء الله إن شاء الله إنه الجميع يكون لبى دعوتهم والله يتقبل منا جميعا إن شاء الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي القائمين على خدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الصالحين ويجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يقدمه لخدمة ضيوف الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد الحرمين وأن يحفظ الحجيج ويرجعهم إلى أهليهم سالمين وغانمين. شيء طيب وشيء جميل ومشاعر طيبة من كل القائمين على الأمر، ليس الجهات الأمنية فحسب، يعني ما شاء الله تبارك الله شيء يشدى به، يعني نموذج مشرف للعالم الإسلامي كله، والله هذا ما ندين لله تبارك وتعالى به. الترتيب مفخرة بكل المقاييس، أقول هذا من خلال واقع لامسناه ومن خلال التطبيقات التي استخدمناها واستخدمتها الجهات الصحية والجهات الأمنية ووزارة الحج والحملات، والكل مربوط مع بعض وتأتينا الرسائل والتوجيهات تبعا. وجدنا أيضا استجابة للتعليمات بشكل استثنائي، لأنهم يرون أن شركاء في سفينة واحدة عبر هذه الشعيرة، حتى التفاعل بين الحجاج أنفسهم كبير جدا داخل الحملة وأيضا في المرافق العامة. شكرا لكل من قدم الخدمة، شكرا لحكومة المملكة العربية السعودية التي أتاحت لنا هذه الفرصة ولغيرنا بشكل استثنائي بتطبيقات استثنائية لحج هذا العام.